ميت العامل مش عايزين يدفنوا بنتهم. يا للعار يا للعار، بنتك مش عايز تدفنها وتكلمنا على دين وعلى اسلام وتقول لي افتح لي الجامعه عشان اصلي، وانت مش عايز تدفن جثمان راحله سيده مواطنه؟ اكرام الميت ايه؟ دفنه. لا انتوا عارفين دين ولا عارفين اسلام ولا عندكم اخلاقيات حتى. يخرج المئات زي ما حضراتكم شايفين كده، لا ما تدفنش. لا تدفن ازاي؟ عندنا ازمه، ازمه اخلاقيات، ما فيش عند الناس دي انسانيه. اللي عملوا كده وانا بقول اهو اقصى عقاب يوقع على الناس دي في بلد، يعني ايه ما تدفنهاش؟ يعني ايه ما تدفنش بنتك؟ يعني ايه ما تدفنش اخوك؟ يعني ده مقابر، احنا بنتكلم على مقابر، دفن. وتتحرك الشرطه عشان تدفن هذه السيده. معقول يا جماعه؟ فين الرحمه اللي بتكلمونا عليه؟ فين الاسلام اللي بتكلمونا عليه؟ فين هو؟ انتزع ربنا من قلوبكم كل حاجة. ده منظر ناس بتتخانق، ده كورونا لو ما كانتش هتصيب كل دول، وده منظر يقول لي ناس كورونا؟ ربنا يرحمها ويحسن إليها. ولاقي ناس عمالة لا أصله إيه؟ واتخد قرار تدفن في بلدها، يعني تدفن في بلدها. وأنا بحيي اللي خد القرار ده أيا كان، معرفش، بس لا بلدها ميت العامل تدفن في بلدها ميت العامل، غصب عن اللي موجودين وغصب عن اللي واقف النهارده وغصب عن اي واحد طلع على الطريق عشان يمنحها. اتدفنت غصب عنك، وهتدفن في اي مكان غصب عنك، لانك ما تعرفش ربنا وما تعرفش دينك ولا تعرف ولا عندك اخلاقيات. رجعوها من شبرا البهو الى ميت العامل قدامكم، وتدفن في بلدها اللي أهلها رفضوا. حزين، عمري ما كنت أتمنى أشوف مشهد زي كده. نتكلم على دفن ناس، نتكلم على دفن واحدة سيدة أو راجل أو مواطن، أي حد في أي مكان يدفن في مكانه في بلده في المدافن بتاعته. عيب عليكم اللي انتوا عملتوه، فضحتوا نفسكم، فضحتكم قدام الدنيا كلها النهارده. بطلب على الهوا الدكتور ايمن مختار محافظ القاهليه تكريم اسم هذه السيده الراحله الدكتوره سونيا، تكرمها اطلاق اسمها على شارع كبير، على مدرسه، على منشاه، على مكان من الأماكن المهمة، عشان يتعرف إنه هذا الوطن لا يمكن ينسى أبداً ولاده، إن الوطن والشعب مع أولاده، إنه الأطقم الطبية في كل مكان، في عين وقلب كل مواطن مصري وعين وقلب كل مسؤول مصري. أتمنى هذا الأمر يحدث، لأنه ده حق هذه السيدة الراحلة، عشان يتأكد للجميع شغل الإجرام ومواجهة الدولة والقانون، لا ده ما يمشيش في البلد دي. والكتر وهاتوا بعض، يلا نجمع بعض عشان نمنع، تحاسب بالقانون، تحاسب أمام القضاء بالعدالة، بالعدالة بمعنى كلمة العدالة. وأي حد يقف في مثل هذه الأمور لابد من الحساب، والعدالة تاخد مجراها. والنائب العام فتح تحقيق النهارده في هذه الواقعة اللي وصفها بها النائب العام التجمهر. التجمهر يعني معناه أن هناك عقوبات، تجمهر البعض ومنعهم دفن طبيبة متوفاة بمحافظة القاهلية. وستعلن النيابة العامة تفصيلات الواقعة في بيان لاحق حين انتهت التحقيقات. معالي النائب العام المستشار حماده الصاوي طلع البيان اللي قدام حضراتكم ده.
خبر سريع عشان نقول هذه دولة قانون. كل من أخطأ وكل من حرض وكل من وقف أمام دفن الدكتورة سونيا لابد أن يحاسب فورا ومحاكمة عاجلة هذا الأسبوع بإذن الله تعالى. النيابة العامة بتشتغل ما بتنامش، نلاقي خلال هذا الأسبوع إحالة محاكمة عاجلة، تعقد محاكمات أيا كانت، تعقد محاكمة ومحاسب. كفاية فوضى، مش هنرجع الفوضى مرة تانية، مش هنرجع للغة الغاب مرة تانية، مش هنرجع البلطجة مرة تانية، مش في دولة قانون، دولة قانون. المنظر ده ما شافوش تاني في أي مكان في مصر، أنا بقول على الهوى، ما شافوش تاني في أي مكان في مصر. أي متوفي في أي مكان يدفن في مكانه وفي بلده. وبحيي الدكتور أيمن مختار محافظ زقالية أصر إنه الراحلة تدفن في بلدها مش في بلد قرايبها، بلدها مكانها مكان ولادتها تدفن فيه. أيوة كده، هي دي الدولة. مش هنشتغل كل 25 ولا 200 واحد، لا هنعمل هتعمل هتلاقي القانون على دماغك، هتلاقي القانون فين؟ على دماغك. دكتور أيمن مختار محافظ زقالية، أولا البقاء لله وفي وفاة الدكتورة، وكل التحية لحضرتك على الموقف النهاردة والإجراءات اللي خدتوها. إيه اللي حصل النهاردة؟ إيه الحكاية دي؟ مش مصر يا فندم، ده مش شعب مصر يا فندم اللي بيعمل كده. المصريين خاصة بينسوا كل حاجة لما يبقوا عندهم حالة وفاة. إزاي ألاقي ناس النهاردة طلعت بهذه الغوغائية النهاردة؟ أولا أنا برحب بحضرتك وبكل الأخوة المشاهدين، وبتقدم بالتعازي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن شعب الدقهلية كله للفقيدة المرحومة الدكتورة سونيا والأسرتها جميعا يعني. ويعني يمكن أحب أوجه برضو الشكر لمديرية الأمن بمحافظة الدقهلية لإصرارها على تنفيذ القانون وإصرارها على تنفيذ الواجب الوطني في المحافظة بقيادة مدير الأمن والحكمدار وكل الأخوة الزملاء في مديرية الأمن. ويعني يعني للأمانة كل الجهاز التنفيذي في المحافظة كان على قلب رجل واحد، لأنه دي قضية مجتمع، ما ينفعش حد يصاب بمرض وأقل حقوقه علينا أنه هو يدفن ويتوارى يعني جسده في التراب. يعني ده أقل واجب علينا أن احنا كل مراسم الدفن تعمل بشكل مظبوط. والحمد لله يعني بتعاون كل الزملاء في المحافظة تم الدفن وفي التوقيت بتاعه بالضبط. اللي حصل النهاردة يا فندم زي ما بقول كده غريب علينا، غريب على أخلاق المصريين يا فندم. والله يا فندم أنا تأكيدا لكلام حضرتك، أنا اتخذت قرار النهاردة بتسمية اسم المدرسة الابتدائية الموجودة في مدرسة في قرية شبرا البهو، مكان مدرسة شبرا البهو الابتدائية لتصبح مدرسة الدكتورة سونيا الابتدائية. وإن شاء الله يتم من غدا اتخاذ كل الإجراءات سواء مجلس تنفيذي أو موافقة مديرية التربية والتعليم والأبنية التعليمية. إن شاء الله سيتم رفع اسمها يعني غدا أو بعد غد بكتير إن شاء الله على المدرسة، لتكون منبر العلم في المدرسة ويفضل اسمها يخلد مدى الحياة إن شاء الله. هسقف لحضرتك، ممكن تسمعني وانا بسقف لحضرتك؟ اتفضل يا فندم اتفضل. وده انا عايز اقول حاجه بشكرك. والله يا والله ده اقل بشكر سيادتك. والله ده اقل واجب يتقدم ليها. ويمكن انا يعني عايز اقول حاجه، يعني في مثل كده بيقول رب ضاره نافعه، يعني هي لو كانت توفت بشكل عادي كانت يمكن كانت زمانها يعني مدفونه زي كل اللي توفوا، لكن يمكن يكون ده حصل عشان خاطر اسمها يخلد على مدرسه وعلى منبر تعليمي جوه القريه وجوه المدينه نفسها، ويفضل اسمها طول الحياه بيتكتب مدرسه الدكتوره سونيا على كل الكراسات وكل الشهادات اللي الطلبه بيتخرجوا منها. فيعني وهي كانت دكتوره طبعا. النهارده اخذت القرار خلاص. تمام اخذت القرار. طبعا يا فندم. محتاج بنتكلم على بكره بعده اسمها موجود. بالظبط يا فندم، اول ما يتعمل اليافطه وتتحط على المدرسه. ويتم التعامل خلاص رسميا تغيير كل الاوراق بما تصبح باسم الدكتوره سونيا. بالظبط يا فندم بالظبط. طيب ده الوضع النهارده، ايه الاجراءات اللي اتاخدت تاجيس الامن عند حضرتك؟ ايه الاجراءات اللي اتاخدت مع والله اللي حصل النهارده؟ زي ما بقول لحضرتك اللي حصل ده استفزاز للراي العام جوه وبره.
والله سبحان الله يا فندم، كان لسه في بوست يعني متشير من فتره قريبه، اللي هو لا للتنمر لمرضى كورونا. فطبعا يعني سبحان الله، زي ما يكون بالدليل القاطع، احنا يعني الشعب المصري بيثبت لنفسه ان احنا لا تنمر بعد اليوم اطلاقا، سواء في المحافظه عندنا او كل الاخوه المصريين اللي سامعيننا، باي حد يعني اصيب بفيروس كورونا، اي حد فينا معرض انه يصاب بهذا الفيروس، واي حد فينا لا قدر الله معرض انه يتوفى بسببه. فما اعتقدش انه يعني، انا طبعا انا مش رجل دين ولا حاجه، ولكن ممكن اقول انه يعني هذا المرض يعتبر في درجه من درجات الشهداء، لانهم يعني اصيبوا بمرض ملوش علاج. فما ينفعش ان احنا يعني يبقى مبتلين بامراض وفي نفس الوقت اقل حقوقهم ما ياخدوهاش. فبالتالي كان مننا كمحافظه وجهاز تنفيذي ان احنا بنقف جنب كل حاله، سواء كانت داخله المستشفى او بيعمل لها استقصاء لكل المخالطين بيها، وبنكشف عليهم وبنعمل لهم حجر صحي. يعني كل الاجراءات اللي الدوله قالت عليها من خلال تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء والدكتوره هاله في الصحه بنعملها، ويجي في الاخر المنظر يبقى مفروض يبقى مكمل للمنظومه اللي فاتت والتعب اللي الناس كلها تعبته. يمكن الاجراءات الامنيه النهارده كانت على اعلى مستوى، ويمكن اتقبض على زي ما حضرتك عرفت على اكثر من 22 واحد. ايوه، من الناس اللي كانوا رافضينه كلهم اتحولوا للنيابه. كويس. وخدوا اعتقد حبس 15 يوم بقى، وهتجدد طبقا للاجراءات القضائيه. هاي. بالظبط. يا فندم في دوله، يا فندم دوله قانون يا فندم. انا كنت لسه عايز اقول الدوله بتضرب بيد من حديد على كل من يحاول يبعد عن النسق والسياق اللي فخامه الرئيس ممشين عليه بصراحه، يعني خلق واخلاق. ما ينفعش في الاخر يبقى ده المنظر. بس الحمد لله يعني دي مجموعه قليله، واللي حصل ده يمكن يكون تخليد لاسمها على منبر تعليمي زي المدرسه اللي احنا نغير اسمها ان شاء الله. هيكون اسم المدرسه مدرسه الدكتوره سونيا عبد العظيم، صح؟ اه بالظبط يا فندم. بالزبط. مش الدكتوره سونيا بس، سونيا عبد العظيم. لا، سونيا عبد العظيم حسب، وبرضه ليها جد يعني جدها اسمه عارف، هتبقى مدرسه الدكتوره سونيا عارف، ايا كان اللي يختار اهلها المسمى. ايوه. احنا معاهم قلبا وقالبا يعني، وبنقدم تعازينا تاني زي ما قلت لحضرتك بالاصاله عن نفسي وبالنيابه عن كل شعب الاهليه. المشهد الصعب اللي قدامنا، اللي هو مشهد غير انساني وغير ادمي، خد وقت قد ايه يا فندم؟ من قريه لقريه خدنا وقت قد ايه لحد ما دفنا؟ يعني حوالي ساعه زمن يا فندم. ساعه زمن في المداولات دي يعني. يا خبر ابيض. يعني هو انت عارف حضرتك بيبقى في ظروف بتبقى خارجه عن اراده الشكل الطبيعي لدفن الجثه، ولكن الدولة موجودة وقوات الشرطة عندنا موجودة والمديرية كلها، مش عايز اقول لك مدير الامن بالحكمدار بكل الاخوة الزملاء كانوا موجودين في قلب الحدث. يعني مش هقول لك مثلا بعتوا حد بالمأمور، بكله يعني بقوات الامن المركزي، يعني كل الـ الافرع بتاعت الشرطة في المديرية في المحافظة كانوا مشتركين في هذا الحدث. بجهاز تنفيذي طبعا بالمحافظة، رئيس المدينة، رئيس المدينة بالرئيس القرية. فالحمد لله عدت على خير، واعتقد يا رب تبقى دي يعني زي يعني درس او نموذج لينا كلنا في مصر، انها مش اول حاله هتموت ولا اخر حاله هتموت. طبعا ربنا ما يجيب لحد حاجه وحشه، ولكن احنا شعب جميل، شعب اصيل، بنشتهر بالقيم. صح. واتمنى ان دي تكون زوبعه في فنجان، او يعني حاجه عرضيه وما تتكررش تاني ان شاء الله. لا في لا مش هتتكرر تاني، محدش هيسمح انها تتكرر تاني يا فندم. اكيد طبعا يا فندم، اكيد. دكتور أيمن مختار محافظة قالية، بشكرك شكرا جزيلا. إذن كل التحية للسيد محافظة قالية، إطلاق اسم الراحلة الدكتورة سونيا عبد العظيم على مدرسة شبرا البهوة. ده هو ده هو ده الكلام أهو، عشان تعدي كل يوم من هناك رايح جاي، أهو اسم الدكتورة موجود، هذه هي الدولة. بشكر محافظة قالية، وخبر يعني بالنسبة لنا مهم جدا، كنا لسه بنتكلم في الأول، ويبدو السيد المحافظ كمان كان يعني في مسؤولية كبيرة، عمالين النهاردة لازم يتم تكريم الناس وتكريم أسماء وتكريم، لأنه ده كمان يعبر عن التقدير للأطقم الطبية اللي شغالة الجيش الأبيض كما يتم بنطلق عليه النهاردة، ويؤكد أيضا دعم الدولة المصرية لكل الناس، كل واحد بيقدم خدمة لبلده وبيساند بلده. ولكن المنظر اللي قدامنا ده منظر لا يتكرر مرة أخرى، أنا بقول على الهوى، المنظر ده مش عايزين مرة تانية، بقولها للمرة العشرين، مش عايزين هذا المنظر يتكرر في أي مكان آخر. سلطة الدولة وسلطة القانون تطبق على الجميع.
تاني بقول على الجميع، وهيكون معنا سيادة النائب السيد شريف وكيل مجلس النواب ونقيب الأشراف. سيادة النائب أولا مساء الخير على حضرتك. النهاردة طلعت كمان بيان إدانة لما بدر اليوم في قرية شبرا الباهو من بعض الأهالي. أولا أنا اسمح لي أستاذ أحمد. تفضل. أنا انتهز هذه، وأنت تعلم أن أنا قليل الكلام، ولكن اليوم أثرني هذا الخبر اللي سمعته إثارة كبيرة جدا، لأنه هو بعيد كل البعد عن الأخلاق المصرية الأصيلة، الأخلاق أيضا التي أتت من الأديان السماوية، وهذا أمر فعلا لا يعبر أبدا عن طبيعة أبناء مصر الأصل الأوفياء بوطنهم. هذه القلة القليلة لا تعبر عنها أبدا، ولذلك يمكن مجرد علمي بهذا الخبر تواصلت مع فضيلة المفتي الأستاذ الدكتور شوقي علام، وأيضا الأزهر الشريف، وأيضا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وأيضا الكنيسة المصرية وهي جزء لا يتجزأ من الكيان المصري، وأيضا تواصلت مع السيد المستشار الدكتور عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية، أن هذا أمر لا يجب السكوت عليه وحتى لو كان من هذه القلة القليلة. ومصر مصر قوية، مصر لها قائد قوي ولها إدارة قوية ولها هيبة ولها أخلاق، لذلك هذا الأمر صدر من أيضا من المؤسسات الدينية بيانات سريعة شجبت هذه الأعمال، وأوضحت أيضا أن حرمة الميت إكرامها ده شيء كبير جدا عند الله عز وجل. وأيضا اسمح لي بالنيابة عن السيد رئيس المجلس النواب السيد الدكتور علي عبد العال والسادة أعضاء المجلس جميعا، وعن نفسي أنا أوجه لأسرة الفقيدة الطبيبة الدكتورة سونيا عبد العظيم بكل العزاء والتقدير والاحترام. أيضا أنتهز هذه الفرصة من خلال هذا البرنامج المحترم أن أتوجه إلى الكوادر الطبية العظيمة، أطباء وطبيبات وعاملين وعاملات وممرضين وممرضات، كل فرد منهم له كل التحية والتقدير من جميع أبناء الشعب المصري الأصيل. حقيقة هناك منظومة كبيرة تقام الآن من الدولة المصرية حكومة وبرلمان وشعبا تحت قيادة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، حقيقة تضرب المثل والقدوة، وما نشهده أيضا من قواتنا المسلحة ومن الشرطة المصرية في أداء راقي جدا، ده بيدي مثل وقدوة لدول العالم أن مصر مصر قوية. ولذلك ما تم فعله فعلا أنا متأكد أنه لن يتكرر أبدا في أي مكان، لأن هذه أخلاق بعيدة كل البعد عن أبناء مصر الأوفياء. أنت حضرتك نقابة كنقيب للأشراف بالإضافة إلى مجلس النواب، دور مسألة التوعية يا فندم، ويمكن الاتصالات اللي حضرتك عملتها النهاردة إزاي بحيث هذا المشهد لا يتكرر مرة أخرى في أي مكان؟ فعلا أنا اسمح لي، يمكن أنا تواصلت مباشرة مع جميع محافظات مصر، عمد ومشايخ وعائلات ورؤوس وشباب، وطلبتهم أيضا أن هم يدوا النصح ويدوا المثل والقدوة في تقديم أن هذا أمر غريب علينا، ويجب علينا أن احنا لنا نتكاتف ونقف صفا واحدا في سبيل أن يكون هذا أمر لن يتكرر أبدا، لن يتكرر تاني إن شاء الله. ولذلك أنا أؤكد لك أن جميع الاتصالات اللي تمت معايا من جميع المحافظات حتى من البسطاء، الكل فعلا كان في حالة غضب شديدة جدا، وأبدوا اعتذارهم لأسرة
الفقيدة وترحمهم عليها. ولذلك إحنا أنا بطلب أن يكون تكريم أيضا للأطباء في، وأنا أشكر السيد المحافظ على مبادرته بتسمية هذه المدرسة باسم الطبيبة الدكتورة سونيا عبد العظيم، وأن يكون هناك ده مثل وقدوة لنا في كل مكان. إن هي دي الرسالة سيد بيه، هي دي الرسالة، إن وده أنا أشكرك. هي دي الدولة، هي الرسالة كده، ودي واجب علينا كلنا. هذه الفترة بيبان فيها عظمة الشعب المصري وقدرته على التكاتف، وأيضا التزامه بما تقرره الدولة من إجراءات. دي هي طبيعة الشعب المصري الأصيل. ولذلك المنظومة اللي بتجيني حتى من اتصالات أبنائنا من المصريين في الخارج اللي هم بيتصلوا بي، حقيقة الكل فخور بما تقدمه الدولة المصرية من منظومة رائعة. ولذلك انت بترى العديد منهم عايز يجي مصر، عايز يرجع مصر. ده ليه؟ لان هم شعروا ان فعلا الدولة المصرية تقوم بالواجب خير قيام لخدمة ابنائها في داخل مصر او في خارج مصر. حضرتك فاكر في فترة من فترات يلا بقى نمشي نقعد بره، دلوقتي كله عايز يرجع جوه. انا عايز يرجع جوه فعلا. فاكر حضرتك والله الحملات اللي كانت في وقت من الاوقات. انا فخور ان انا ابن مصر حقيقه، وانا اقول هذه الكلمه ومن قلب مفعم بهذا حب هذا البلد. فخور بان احنا بندير هذه الازمه فعلا بتفاني شديد وبنظام شديد. فعلا الحمد لله احنا قادرين باذن الله تعالى نعدي هذه الازمه ونضرب المثل والقدوة، وحنعتبر هذه الأيام ذكرى للمثل والقدوة. ولذلك تكريم الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات ولكل يد مدت يدها لمساعدة الدولة في خدمة في أن تعبر من هذه الأزمة، أنا أقول أن التكريم ده واجب من الشعب المصري كله لهؤلاء. سيد الشريف بشكرك شكرا جزيلا، وكيل مجلس النواب نقيب الأشرف، كل التحية لحضرتك. دكتور أحمد شاهين أستاذ علم الفيروسات. دكتور أحمد أولا مساء الخير، عايزين نتكلم بهدوء كده نشرح للسادة المشاهدين الوفيات بفيروس كورونا، أي متوفي فيروس كورونا، الجسد الجثمان إيه اللي بيحصل يا فندم؟ نحن بنشكر الأستاذ أحمد موسى علم الإعلام في الوطن العربي أو الشرق كله. دكتور بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. ممكن معلش ترد على سؤالي؟ أنا آسف. نعم. معلش ادخل على سؤالي، معلش أنا آسف. أولا ما حدث من البلط الأبيض الشريف الذي كان له دور رائع في حماية الوطن والمواطن ضد غول هذا الفيروس، طبعا حينما نسمع عنه كذا وكذا طبعا القلب يحزن والعين تدمع. ولكن باختصار القول، أولا هناك احترازات صحية واستباقية وإجراءات وقائية مشددة لمقدم الخدمة للمتوفي، ليس فقط خوفا على المريض، خوفا على الآخرين، ولكن خوفا علي، يعني أنا اللي بكون بتقدم لهذا المتوفي، وأنا اللي بغسل وأنا اللي بغفن وأنا كذا كذا بتولى المهمة بتاعتي دي كلها، فأنا بخاف على نفسي حتى طبيعيا. نعم. بخاف على نفسي حتى من كذا وكذا وكذا. نعم. أولا أنا طبعا في التحفظات بتاعتي، أولا بلبس غطاء الرأس، غطاء الوجه، الماسك، وبعدين الجوانتي، وبعدين بلبس الجون اللي هو بيسموه المريالة المريالة الشديدة مثلا، والجون اللي هو المريالة الكبيرة، وبعدين بلبس الحذاء ذو الطويل اللي هو ذو الرقبة الطويلة. كل هذه احترازات، حتى الجوانتي اللي انا بلبسه لازم، يعني مش الجوانتي يغطي صوابع وبس وداية، ولكن بيغطي لحد نص اليد، نص الذراع. كل دي اولا ده بالنسبه لي انا عشان احمي نفسي، اذا لو انا مشيت في الفضاء مش هيجرى لي حاجه، مشيت في اي مكان مش هيجرى لي حاجه. نيجي بقى المريض بقى. هاي. المتوفي اولا بنشيله
بالملايه بتاعته كله على بعضه بنحط على الترولي، وبعدين الترولي يكون طبعا معقم بيروح المشرحه، وفي هناك في المشرحه طبعا طبعا بيكون في مكان معقم ومطهر. المريض بيغسل تغسيل غريب قوي، اولا بيغسل بالميه والصابون ثلاث مرات، ومره بالفورمالين 5% ومره بالفورمالين 5% بحيث ان هو الجزء الخارجي بتاعه يكون مش مطهر او منظف او مطهره بس طب ما طهرناه بس ده معقم تعقيم كامل. الحاجه الثانيه يعني احنا بنحط الفورمالين 5% عشان يعني ضمانا لاي ميكروب اي تلوث اي لا ميكروب بكتيريا ولا فيروس ولا اي حاجه بحيث ان هو يكون بعد التطهير تعقيم مش تعقيم يكون 100% ان طبعا الجسم عمره ما يتعقم او بيطهر معلش لكن التعقيم بيكون الى حد يعني قصدي التطهير بيكون شديد. الحاجه الثانيه بعد كده بتلف بالكفن بتاعه وبعدين بنحط في كيس، هذا الكيس متين ومقفول والكيس المتين المقفول دون يحط في كيس اخر متين ومقفول، ادي كيسين هم. اذا لا يمكن باي حال من الاحوال حدوث اي تلوث، وبعدين عايزين نقول في لا تلوث ولا عدوى ولا عدوى. العدوى تحدث هذا الفيروس بثلاث حاجات يا الملامسه يا المصافحه يا المخالطه. الراجل المتوفي دون هيخالط حد؟ هيسلم على حد؟ لا. هيكلم حد؟ لا. طب طريق اذا الطريق اللي هو العدوى من الصحيح للصحيح اللي هو عن طريق المخالطه. لا دكتور احمد حضرتك بتقول لي كل الاجراءات اللي بتتم ديت تمنع اي شيء اطلاقا انتقال من المتوفي الى اي حد حواليه. ما هو زي ما انت شايف اهو يعني بعد ما حصل له تطهير 100% ومشدد تطهير مشدد حطيناه في كيس، وكيس داخل كيس وكيس مغلق متين، وبعدين بنحطه طبعا في التابوت بتاعه. التابوت بتاعه طبعا بعدين بنحطه في عربيه الاسعاف عشان نروح للبلد مثلا او بيته بحيث مقدم الخدمه هم اللي يكونوا متواجدين، ليس اهل المريض ولا محبيه، واحد منهم فقط اذا طلب يعني اذا الح ذلك بيكون موجود معانا، ويكون برضه لابس نفس اللبس بتاعنا، غطاء الراس، النضاره، الماسك، الجوانتي، الجاون، الحذاء اللي هو طويل رقبته طويله. يعني محصن من كله. بعد كده طبعا بنروح لو عاوزين نروح للجامع نصلي عليه يستحسن صلاه الغائب زي ما قال الشرع. الشرع بيقول صلاه الغائب تجوز، اذا حتى الصلاه عليه لا يعني ما هياش يعني لو صلينا صلاه الغائب يكون افضل له. بعد كده بنروح نوديه بقى المقر النهائي، المقبره مثلا. اول طبعا طبعا التابوت ما ينفتحش في الجامع، لو قدر روح الجامع ما ينفتحش. لا يفتح التابوت الا داخل المقبره. دلوقتي ما فيش مساجد فاحنا على طول بنروح على المقابر على طول. المقابر يفتح في المقبره هناك التابوت بتاعه، وبرضه اول ما بنخش بنعمل يكون ناس سبقونا بالكلور تطهير للمقبره اللي حواليها وندخلها كمان بالبخاخ اللي موجوده. لا قبل الدفن يا فندم للمتوفي فيروس كورونا بنعمل كل الاجراءات دي؟ حتى المقابر بيتم تطهيرها واللي حواليها؟ لابد ان لم يكن المقابر كلها كنوع من الاشياء الاجراءات الاحترازيه المشدده. بعد كده بندخل التابوت داخل المقبره وبنفتح وداخله وبنشيل المتوفي بنحطه طبعا بالراحه خالص المره بادب طبعا، وبنخرج التابوت والتابوت بياخد دورته طبعا في التعقيم من ثاني او التطهير، وبيروح الاسعاف وبتم بشيء من الاحترازيه بحيث يعني انا ما شفتش يعني انا بسال نفسي يعني الناس ليه بتخاف؟ يعني كنا احنا طب احنا في المواجهه اهو يعني احنا بنخش وبنقعد بس بنقعد بالملابس الاحترازيه المشدده. نعم طبعا ده طبعا شيء يطمئن الجميع ان احنا في المواجهه وما في حاجه خالص بتحصل الحمد لله، الامور ماشيه طبيعيه. وطبعا الدلتا الابيض يعز علينا ان الناس كده برضه
وربنا طبعا يرحم الجميع ويرحمنا جميعا. دكتور احمد، لكن اللي عملوه الاهالي النهارده ده غريب، ما لهمش حق في هذا الكلام. انا زعلان منه جدا جدا، ولكن كلنا مصر كلها زعلانه، ولكن ليا برضه كلمه. الاهالي على حق لحاجه واحده بس، ما عندهمش علم، الفيروس مستجد. والاهالي برضه علمهم بهذا الشيء. ما هو عشان كده حضرتك معانا تشرح لهم يا فندم، عشان كده حضرتك معانا نشرح للناس ونوضح لهم انه يعني بتحصل اجراءات ازاي، ما فيش عدوى بتحصل. ومن هنا طبعا كان البرنامج الجميل دون، وهو بيوضح للناس كلهم الاجراءات، وعلى عينك يا تاجر هو اجراءات مشدده. ومن خلال كلامي اعتقد ما حدش هيظن ابدا، لو حتى وقف جنب المتوفى حتى مش هيجرى له حاجه، مش يعني هيجرى له حاجه، حتى لو شارك في الدفن مش هيجرى له حاجه، مش كده؟ ولا ده كيس. انا بقول حتى لا يعني حتى لو حد من الاسره حب يعني يشارك في الدفن، واحد معانا مش هيجرى له حاجه، من اهله مش هيجرى له حاجه. اول بالتنظيف وتطهير، وبعدين الكفن بتاعه، وبعدين كيس مقفول، وبعدين الاخضر في الكلمه الخشبه، وبعدين طبعا يعني ما اعتقد بعد الرؤيه الجميله دي، الرؤيه العظيمه دي، اعتقد طبعا يعني من الصعب جدا يكون مصدر عدوى، من الصعب، ما فيش، ما اعتقدش. بعدين كلمه برضه اقولها كده بين قوسين، نقطه واول السطر، يموت الانسان ومع يموت المريض ومعه يموت الفيروس. المريض بيموت من هنا والفيروس بيموت معاه. المعلومه دي مهمه دكتور، معلش مره ثانيه قولها لنا. مهم المعلومه دي بشكل واضح. الله، انا بقول المريض يموت، المريض ويموت الفيروس معاه، يموت المريض ويموت الفيروس معاه. يموت المريض ويموت الفيروس معاه على طول. ما هو الفيروس هو ميت بره، هو شيء ميت بره. دخول الجسم بيحيا مع حياة الخلية ماتت اللي هو عايش عليها، هو بيموت وراها. نعم. إذا ينتهي مصاب كورونا، بينتهي الفيروس بوفاة المريض. بالضبط على طول، يموت الفيروس مع وفاة المريض على طول كده. لا. نعم. وبعد كده ورغم كل ده بناخد إجراءات طبية واحترازية زي ما حضرتك شرحت لنا كده، بدل الكيس 2 وإجراءات تعقيم وتطهير وحاجات كتير. مشددة طبعا. لان انا خاف على نفسي انا الاخر مثلا يعني. فطبعا كل الاجراءات الجميله، الاجراءات القويه المشدده والاحترازيه والوقائيه، وعمال اعمل كذا وكذا كذا، ونحط في كيس وفوق الكيس كيس ثاني، ومع النظافه الكامله والفورمالين اللي هو يعني بياكل كل حاجه، جراثيم في الدنيا كلها. يعني المريض بيطلع، المتوفى بيطلع من عندنا كده يعني زي يعني حاجه لا يمكن يكون في اي عدوى ولا اي شيء. جسمان المتوفي بفيروس كورونا، حضرتك تقدر تقول لي بشكل واضح امن، لا ينقل اي عدوى، الفيروس بيموت. لا معلش على لسان حضرتك، مش انا مش دكتور، انا الفيروس طبعا للجثه او مريض متوفي الكورونا، اولا بيغسل تغسيل كامل، بيسوي مرحله التنظيف، وبعدين بيطهر تطهير كامل بالميه والصابون، وبعد ما نطهره حاجة اسمها الفورمالين دول هو كنا بنعقم بيه اوضه العمليات. بنعقم بيه اوضه العمليات ايام زمان. بعد ما ميه وصابون بنروح غاسلينه تاني بالفورمالين 5%، بحيث لا يمكن يبقى على درنه ادنى ولا اكثر ولا ادنى شيء من لا فيروس ولا بكتيريا ولا اي ولا اي ما اي اي, أي كائن حي. وبعدين بنحطه في الكفن بتاعه الابيض. نعم. وده طبعا بيكون معقم ومكوي، وبعدين بنحطه في كيس مغلق، كيس بلاستيك مغلق، بعدين فوق تاني كيس بلاستيك مغلق تمام الغلق. وبعدين طبعا اعتقد بعد كده لو 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 بات حتى بيت الواحد حتى ده ايه بقى تعقيم بقى ده احنا حتى لو بنغسل حتى اناء ونعقم زي ماسك هدوم وحاطينه في بلاستيك، يعني واحد لا حضرتك بتقول الجمله الاخيره دي تاكيدا انه ما فيش اي عدوى تنتقل ولا اي حاجه هتنتقل. بالظبط، يموت المريض، يموت مريض كورونا ويموت معه الفيروس، او اي بلاش كده ولا كده، فيروس سي برضه، اي فيروس في الدنيا او اي كائن في الدنيا يعيش في الانسان يموت بوفاه صاحب بوفاه المريض،
يموت الميكروب او الفيروس او الفطر يموت لانه هو عايش على حياه المريض. حياه المريض انتهت، هو هيعيش على ايه؟ هيموت وراه بالطبع كده يعني. بشكرك دكتور احمد شاهين استاذ علم الفيروسات، بشكرك شكرا جزيلا. دكتور احمد يعني لما نتكلم على اجراءات بتتم اهو، قال لك الفيروس اصلا مش هيبقى موجود، مش موجود. ثانيا عاملين اجراءات، قال لك حتى لو موجود في بيتك هذا الكلام مش هينتقل لك. اذا هم الاطباء موجودين واللي بيقوم بعمليات الاجراءات الكامله للمتوفي او المتوفيه الحم اهو معانا دكتور احمد كان بيقول لحضراتكم. فارجوكم لو سمحت شويه وعي، شويه وعي. دكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لفضيله المفتي. دكتور مجدي اولا مساء الخير. اللي حصل النهارده في محافظه الدقهلية أو إحدى قرى الدقهلية، دار الإفتاء بتشوف هذا الأمر إزاي؟ حرمة الموتى، التدين، الأخلاقيات اللي بعض الناس سلوك الغريب علينا وعلى مجتمعنا وعلى المصريين. دار الإفتاء شفتوا هذا الأمر إزاي النهاردة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك نحن بس نريد أن نبين عدة حقائق. فضل الحقيقة الأولى أنه الآن في هذه الفترة لا صوت يعلو فوق صوت العلم والتخصص. نعم. الشيء الثاني حضرتك أن كرامة الإنسان مقدمة على كل شيء. نعم. فالعالم كله الآن يسعى حثيثا من أجل إنتاج مصل أو علاج لهذا المرض من أجل الإنسان وينفق فيه كل ما يملك. الأمر الثالث أننا في التخصص الإنسان في كرامته ليس كرامته فقط وهو حي وإنما كرامته وهو ميت. وهذه في كل الأديان. الأمر الثالث أننا نريد أن نرجع إلى الثقافة المصرية التي فيها الفهم والوعي والثقافة والشهامة والتعاون. لذلك نقول دار الإفتاء المصرية عندما رأت هذا الأمر ومن أهل هذه القرية، وطبعا هم فعلوا ذلك عن غير علم لأن هذا خارج عن ثقافتهم وعن وعيهم لأنهم ليسوا كذلك، ولكن نريد أن ننبههم. فدار الإفتاء عندما رأت ذلك وفضيلة المفتي أخرج هذا البيان ليبين أن الدفن هذا من حق الإنسان. وبين عدة أمور. الأمر الأول أن الدفن فرض كفاية، بمعنى لا يتجمع أناس كثيرون، يعني مش ناس كتير هتدفن هذا الميت، وإنما على قدر الحاجة. يغسله ناس على قدر الحاجة، يكون يأخذون الاحترازات، أيضا يكفنونه بطريقة كما سمعنا من الدكتور. وطبعا دار الإفتاء المصرية بادرت من خلال يومين أو ثلاثة، جلسنا مع أطباء، فضيلة المفتي جلس مع أطباء من الطب الشرعي والميكروبيولوجي وفيروسات حتى نسأل عن مسألة التغسيل والتكفين والدفن. فقالوا لنا هذه الأشياء التي قالها الدكتور، وقالوا إن طالما أننا أخذنا الوقاية التي نزلت على صفحة وزارة الصحة فلا ضرر حتى على المخالط. لذلك لما الخوف والهلع؟ الناس دائما يموتون بفيروسات كثيرة وقد تكون معدية، ومع ذلك من حالة الهلع الناس خائفة الآن. فنحن نريد أن نطمئن قلوبهم، طالما أنك تمشي وراء العلم فلا تخف من أي شيء. والعلم هنا يتفق مع الشريعة تماما، والشريعة تمشي هنا في هذه المسألة وراء العلم. فحق الميت الحق الأصيل له أول شيء أن نبادر بتكفينه أو بغسله وتكفينه ودفنه، وأن نسارع في ذلك ونتعاون على هذا الأمر. وهذا ليس شيء نتجبى فيه على الميت، وإنما هو من حقه لأي ميت، حتى نتشبه بالغراب. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. الأمر الثاني حضرتك عندما ينزل الميت إلى القبر ويدفن بالطريقة الاحترازية التي بينتها وزارة الصحة، وأنا أشكر وزارة الصحة على الإجراءات التي أنزلتها على موقعها بالتفصيل في هذا الأمر، حتى يطمئن الناس جميعا ولا يخافون من ذويهم وأهليهم في حالة الدفن. هذه الإجراءات تبين أن الاحترازات الوقائية موجودة ولا يخاف أحد، وأن الفيروس أو التراب لا ينتقل إليه هذا الفيروس، وأن الإنسان عندما يموت انتهى، أصبح جسم الإنسان غير مهيئ وغير متاح أو يكون مناخ غير صالح لهذا الفيروس، ومن ثم يقضى على هذا الفيروس. فلماذا نفعل هذه الضجة كلها؟ ولماذا لا نكرم الإنسان وإكرام الميت دفنه؟ نعم. وهذا حق أصيل له لأي إنسان في الوجود، في سنة كونية من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة وفي كل الأديان وعلى مستوى الإنسان. دكتور مجدي
في حالات تنمر كثيرة ضد الناس المصابين بوباء الكورونا. للأسف الشديد بنلاقي هذا التنمر، بلاقي فيديوهات ناس بتتكلم، ناس بيوصلها ازاي. عايز اقول لحضرتك النهاردة في فرنسا، وهذه معلومة، في فرنسا النهاردة بيوقعوا عقوبات تصل الى السجن لأي حد بيتكلم على انه فلان مصاب بكورونا، فلان هينقل لنا فيروس كورونا. اتمنى هذا الاجراء يطبق في مصر. طبعا احنا عندنا الوعي قبل القانون، عاوزين بنوعي الناس، لان معلش الحاله جديده على المجتمع المصري وطبعا على العالم كله، ولكن بنقول ان التنمر نوع من السخريه، والله يقول يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، وليس هناك احد في المجتمع بمنأى عن هذا المرض، فالذي يخاف من انسان قد يبتلى بهذا الامر، هل نتركك انت ونتركك ولا نعالجك او لا نخالطك؟ مخالط ولكن باحترازات وقائيه كما بينتها وزاره الصحه. لذا هذه السخريه او التهكم او التنمر او تخويف الناس من غير حاجه، هذا امر يعد من الكبائر، لان الذي اصيب هذا انما هو بقضاء الله وقدره، فلا بد ان نحترم قضاء الله وقدره فيه ونتعامل معه بسنه الاسباب والمسببات مع الرضا بقضاء الله. الامر الثاني، لا نؤذي هذا الانسان في مشاعره، فلا نجمع عليه مرضا عضويا ونجمع عليه ايضا مرضا معنويا او نفسيا بسبب هذا التهكم او هذا التنمر، فيعد اسما على اسم، فهو من الكبائر ومن الكبائر عند الله عز وجل يوم القيامه. انما مساله العقوبات هذا اذا صار الامر في المجتمع، وانا اقول لحضرتك ان المجتمع المصري عنده وعي شديد في هذا الامر، وعنده حب تآلف في الاسره والمجتمع، ولكن هذه حاله فريده ان شاء الله لن تتكرر، لاننا خرجنا وحضرتك على برامج حضرتك وغيرها علمنا الناس كيف يتعاملون بالعلم قبل ان نقدم على شيء بغير علم او وثق. لا دكتور مجدي، مره ثانيه يعني دار الافتاء وحضرتك طبعا بنوجه كمان كلام للراي العام وللشعب المصري، لما بيحصل امر زي كده يعني بكلام واضح انه هذا الامر بالنسبه الدين بيقول لنا ايه؟ الدين هذا الكلام، اننا اذا تنمرنا باحد عنده مشتبه فيه او عنده مرض كورونا، انت لا تكون عليه وانما تكون له، فإن كنت عليه وتسببت في إيذائه، جمعا بين إيذاء الجسم وإيذاء النفس والمعنوي، فيكون قد ارتكبت إثما على إثم الإنسان البعيد والعياذ بالله، ويعد من الكبائر، لأنه آذى إنسانا بغير حق، ولأنه اعترض على قضاء الله وحكمته في أن يصاب هذا الإنسان. الأمر الثاني، أن المريض هذا هو في معية الله عز وجل. الأمر الثالث، أن الإنسان السليم ليس ببعيد عن الإصابة بهذا المرض، وعامل الناس بمثل أن تحب أن يعاملوك به إذا كنت مريضا، شافانا الله وعافانا جميعا. فهذا الأمر ينبغي، لأننا نقول للشعب كله ينبغي أن نتعلم قبل أن نقدم على أي مسألة. دكتور مجدي، خلي عايز حضرتك توجه كلمة، لأنه معنا الدكتور أحمد الهنداوي اللي بنقدم له خالص العزاء، زوج الراحلة دكتورة سونيا. عايز كمان حضرتك يعني تكلم الدكتور أحمد أولا وتقدم واجب العزاء للدكتور أحمد الهنداوي مع حضرتك. أقدم واجب العزاء للدكتور أحمد، أنا أقدم واجب العزاء للأمة المصرية جميعا في هذه الدكتورة التي كانت تؤدي خدمة طيبة، وقد بان الآن أن الجيش الذي يلبس السي الأبيض هو الآن الذي في المقدمة، فنحن ندعمهم، ولأنهم يضحون بأنفسهم أمام هذا المرض ويقفون يعني أصلابا ولا يخافون، فنحن نقدم لأنفسنا العزاء وللدكتور أحمد كذلك، وندعو الله عز وجل أن يتقبل هذه الدكتورة وغيرها من شهداء الكورونا والأطباء الذين يعني قضوا حياتهم في هذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وطبعا هو يعرف جيدا الدكتور أحمد أنها إن شاء الله مع الشهداء، أنها تركت أولادا صغارا كانت جديرة بأن تربيهم تربية حسنة، ولكنه فقد هذا، وهو أيضا كما سمعنا في الإعلام قد أصيب بشيء من هذا، يعني لا أدري بهذا الخبر من صحة هذا الخبر. معنا دكتور أحمد الهنداوي، البقاء لله دكتور أحمد خالص العزاء في وفاة دكتورة سونيا. تفضل يا فندم. دكتور مجدي مع حضرتك. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة فندم. دكتور مجدي عاشور مع حضرتك، ودكتور مجدي مستشار العلم لفضيلة المفتي، ويقدم واجب العزاء لحضرتك أيضا.
يا أهلا وسهلا. يعني الحمد لله نحسبها يعني ربنا يتقبلها، يعني هي صبرت والحمد لله، يعني نسأل الله أن يجازيها يعني أجر الصابرين، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله. ربنا يرحمها ويحسن إليها ويصبركم. النهاردة المشهد الناس كلها متضايقة على المشهد اللي حصل النهاردة وقت الدفن، وفي الآخر الحمد لله حصل، يعني أنه تم دفن الراحلة. الحمد لله الحمد لله. يعني احنا برضو نشكر قوات الشرطة، جت يعني نجدتنا، أدت واجب بصراحة، يعني تشكر عليه جدا بصراحة. كان المشهد يعني ما اقدرش اقول عليه ان هو غير، يعني حاجة اول مرة اشوفها، حاجة غريبة جدا، كنتش اتوقع كده ابدا. لكن على العموم يعني الحمد لله، يعني نشكرهم. لا، كان في ميت العامل ولا شبرا الباهو اللي حصل ايه؟ لا احنا ما رحناش ميت العامل خالص، ما رحتوش ميت العامل، يبقى احنا كنا رايحين على شبرا. شبرا يعني المشهد اللي قدامنا ده في شبرا الباهو. من الباهو دي قرية تانية جنبنا، قرية تانية. المدافع اللي هناك بتاعتكم ولا بتاعت مين؟ المدافن هناك في مدافن خاصة بوالدي، وفي مدافن خاصة بخالات أمي، وهي كانت ليها مدفن خاص بيها في المدافن بتاعت خالات أمي دي، كانت هي يعني دفع ثمنه بحيث إن يكون ليها مدفن خاص بيها، يعني من 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 مالها الخاص. ولذلك إحنا كنا عايزين، هي يعني كنا عايزين ندفنها فيه، يعني حتى غير حتى المدافن بتاعت والدي، هي كانت ليها مدفنها الخاص اللي هي دفع فلوسه أصلا من 20 سنة قبل كده، أيام ما كانت المدافن دي تتبنى. فاحنا كنا كنا رايحين ندفنها فيها. في المدفن، مدفنها. ايوه. فحضرتك فوجئت هي دافعه ثمنه، يعني خالتها بنوا المدافن، وهي اشتركت معاهم، اشتركت بحيث ان يكون ليها مدفن خاص بيها معاهم. ففوجئت بالمشهد اللي قدامنا ده. الحقيقه احنا يعني احنا وصلنا لقينا يعني في طريق بيؤدي للمقابر، لقينا الناس قطعه من البدايه جدا، حاولنا نرجع نخش من طريق ثاني، يعني جري ورانا. يا ساتر. طبعا جمع الاسعاف كسروا الازاز وكسروا وخبطوا على العربيه وكده، فرجعنا وقفنا بره خلاص. بس ضلنا مستنيين لغايه لما النجده جت، وال مدير الامن وصل، والحكام دار تقريبا وصل، ومامور المامور ال مأمور قسم أجا تقريبا وصل. أجا. وكان في أمن مركزي جه، وأشكرهم يعني بصراحة ما أقدرش أوفي حقهم، يعني أدوا الواجب وزيادة، شكرا جزيلا يا جماعة. بس ده اللي حصل، يعني هم حتى جم، يعني إحنا قعدنا، إحنا وصلنا بدري الساعة تقريبا 6، قعدنا من 6 لغاية الساعة 11 في مفاوضات. من 6 ل 11؟ يا خبر كل ده يا جماعه. يعني لان الاول كان احنا كان جاي معانا عربيه تامين، وبعدين فاجئنا بقى بالمنظر والكلام ده. بتقول لهم ايه في المفاوضات يا دكتور؟ بتقول لهم ايه؟ مش مفاوضات يعني، احنا يا جماعه، جايين ندفن يا فندم، جايين ندفن. مش مفاوضات بمعنى يعني مفاوضات، لا يعني يعني بالتفاهم يا جماعه، خير ايه اللي حصل فيه، ايه يا جماعه كده. بس ده اللي كان موجود. انا ما كنتش موجود في 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 في, في, في يعني في الاولى، انا كنت جنب والدتي، انا كنت في الاسعاف، يعني فضلنا واقفين كتير يعني لغايه ما هم وقفوا عربيه الاسعاف، مش كده؟ احنا وقفنا بره خالص، ما دخلناش البلد. لحد ما حصل التدخلات عشان نقدر نتحرك يعني. قوات الامن جت وما عرفناش نخش الا بعد قضوا الامر ده كله. الدكتوره اصيبت منين يا فندم؟ الدكتوره كانت عندها، هي اولا مريضه سكر من زمان وعندها ضغط، وكانت تعاني من قدم سكري، كانت بتتعالج في احد المراكز الطبيه هنا، وترددت على كذا عياده. كانت في احد المراكز، يعني بحيث ان هي كان الموضوع تطور في رجلها، لان حصل غرغرينه، وكانت داخله تعمل عمليه فجاه، لقينا موضوع الغرغرينه ده يعني بقى حاجه جانبيه، والموضوع تطور انها مش قادره تاخد نفسها.
وفجأة دخلت العناية المركزة، فجأة تحولت مستشفى الصدر، فجأة خدوا مسحة وخدوها ودوها الإسماعيلية. كل ده يعني في خلال مثلا 4-5 أيام. العملية تطورت بسرعة كده؟ اه، بس هي كانت تعبانة من قبل كده، كانت تعبانة من رجليها يعني. لكن ما حدش في الأسرة الحمد لله يعني أصيب أو اتنقلت ليه العدوى الحمد لله، ولا حد؟ والله الحمد لله، هو كان فيه بس إشاعات يعني، أنا قريتها يعني. أختي يعني هي سبب العدوى؟ لا، أنا أختي جت فعلا، جت من الخارج، بس هي جت كانت وليت في العناية المركزة. يعني أختي وصلت هنا مصر، كانت وليت في العناية المركزة. هي كانت داخلة، هي نزلت عشان تشوف أمها يعني. بس دي حاجه انا احب اوضحها. انه مش شفتها. احنا لا احنا لا سمعت برضه يعني، بلغوني ان قالوا لا، دي ان والدتي جايه من ايطاليا، احنا عمرنا ما رحنا ايطاليا ولا المانيا ولا الكلام مش مظبوط كله. نعم، رحمها الله، وخالص عزائنا لحضرتك والاسره الكريمه، وبشكرك دكتور احمد الهنداوي ودكتور مجدي عاشور ايضا، شكرا جزيلا لحضرتك. لكن الدكتور احمد الهنداوي كمان وضح لنا معلومه مهمه، انه اللي منعوا الدفن مش ميت العامل، مش قريه ميت العامل، عشان كده بقدم لهم خالص اعتذاري ان انا قلت في الاول ميت العامل، لا، ما احنا زي ما بقول كده، طالما المعلومه الصحيحه على لسان زوج الراحله الدكتوره سونيا، قال لا مش ميت العامل، المدافن بتاعتها اللي هي موجودة في شبرا البهو هم دول اللي منعوا، اللي هو المشهد اللي قدام حضراتكم. إذن ميت العامل لم يرفضوا قرية ميت العامل، أنا بقول لحضراتكم بعتذر لهم مرة تانية، ما لأن هم لم يرفضوا دفن بنتهم أو دفن الدكتورة سونيا. اللي حصل عملية المواجهة أو المنع، آسف، أو الابن المتوفية دكتور أحمد الهنداوي، وزي ما بقول لحضراتكم لما قال لنا الدكتور أحمد كمان أنه يعني الوالدة طبعا أنه مش الأهالي، أهالي ميت العامل، لا، هم أهالي شبرا البهو وهم اللي منعوا الدفن، دفن الدكتورة سونيا في قرية شبرا البهو، وبالتالي الإجراءات اللي اتخذت، وقال منعونا، هو موجود طبعا كان مع الجثمان، وفوجئوا انه الناس بره على الطريق قاطعين الطريق زي ما قال لنا، وقال لحضراتكم كده على الهوا ان احنا يا جماعه مش هتدخلوا عربيه الاسعاف، مش هتدخل القريه. قال فضلنا في كلام رايح جاي من الساعه 6 صباحا للساعه 11 النهارده صباحا، استمر هذا الامر، بنتكلم في 5 ساعات، تدخل اجهزه الامن، مدير امن الدقهليه مع قيادات الامن مع المحافظ الدقهليه، وبالتالي التحرك، وتم اتخاذ القرار انه هتدفن في المكان المقابر بتاعتها اللي هي يعني موجودة وخاصة بها في قرية شبرا البهو. المشهد إذن ده اللي قدامنا، شبرا البهو وليس ميت العامل، للتوضيح وللحقيقة عشان تبقى الأمور واضحة في هذا الكلام، على لسان الدكتور أحمد الهنداوي نجل الراحلة الدكتورة سونيا عبد العظيم. وهو طبعا يعني الراجل بيتكلم على الإجراءات اللي تمت، على هم اللي سبب انه التأمين هو اللي كان سبب رئيسي في عملية النهاردة انهم يتمكنوا من دفن والدته النهاردة، وقال انه مش اخته ولا يعني حد كمان من العيلة هو اللي انتقلت ليها العدوى. قال العملية تطورت ان هي كانت مريضة سكر عندها بعض المشاكل، وطبعا لما اصيبت بهذا الفيروس ما كملتش كام يوم لما نقلت الى مستشفى الإسماعيلية ورحمها الله. ولكن زي ما بقول لحضراتكم الإجراءات اللي بتتم النهاردة إجراءات بتتكلم على دولة قانون، وهذه الأمور لا يمكن مرة أخرى أنه أي حد يعني زي ما نقول كده، زي ما احنا شايفين المشاهد دي لا تتكرر مرة تانية في أي مكان وفي أي مكان على مستوى الجمهورية. زي ما بقول فرنسا النهاردة، فرنسا اليوم بتوقع عقوبات بالسجن ضد أي حد بيتهم أي شخص كان طبيبا أو بيعمل في الصحة أو بيعمل في أو مواطن عادي أو أي مصاب بفيروس كورونا إنه بينقل العدوى فيروس كورونا. فرنسا اليوم بتعمل إجراءات قانونية لمواجهة أي واحد يتهم سين أو صاد، زي ما بعض أهالي شبرا البهو اتهموا الدكتورة سونيا إنه لا مش عايزينها تنقل لنا. تاني بقول
الإجراء ده موجود النهاردة في فرنسا، أتمنى تطبيق هذا الإجراء على أي حد هنا يتنمر أو يدعي أو مزاعم أو يقول إن هينقلوا لنا الأمراض. أرجوكوا ناخد إجراءات قانونية كفاية، ده وباء موجود في العالم كله، هذا الوباء لابد من مواجهة هذا الوباء بالإجراءات القانونية. اللي حصل النهاردة يستحق العقاب. نائب العام فتح تحقيق وهنعرف أكيد التطورات بعد عملية القبض على أكثر من 22 واحد، زي ما قال لنا دكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية من شوية أنه أكثر من 22 واحد تقبض عليهم، اللي هم حاولوا منع دفن جثمان الدكتورة سونيا عبد العظيم اللي أطلق اسمها على مدرسة شبرا الباهو وتصبح مدرسة الدكتورة سونيا عبد العظيم. وهذا هو تكريم مهم من التنفيذيين أو المحافظ أو الدولة ممثلة في محافظ الدقهلية اللي احنا بنشكره وبنحييه طبعا على هذه الخطوة المهمة. النهاردة بيانات بقول لحضراتكم كثيرة للشجب والإدانة ضد ما حدث اليوم، لأنه زي ما بقول لكم من البداية اللي حصل النهاردة مش من طبائع الشعب المصري، مش طبيعتنا على الإطلاق، ومش احنا المصريين نعمل كده، ومش ناس أهالي يعملوا كده، بعيد عن أي أخلاقيات، ده مسألة مفيش وعي. وكان معانا الطب قال لحضراتكم هذا الأمر ما بينقلش، يعني لو واحد ربنا يرحمه وحصل وفيات أو وفاء أو غيره لا ينقل أبدا العدوى، قال لك الفيروس بيموت مجرد وفاة المصاب بالفيروس، ده رقم واحد. رقم اتنين بتعمل إجراءات وقائية وإجراءات صحية، ومسألة الغسل والحاجات دي كلها إجراءات كاملة لمنع أي شيء، بالإضافة أنه كمان تطهير للمقابر والمنطقة المحيطة بالكامل، كلها إجراءات احترازية هدفها أنه الحفاظ على الناس والحفاظ على أي حد كمان بيروح، والحفاظ حتى على الناس اللي بيبقوا موجودين وقت الدفن. فأرجوكم لو سمحتوا الأمور ما تبقاش يعني ناخدها بتعصب، ومناخدش الأمور كده، دي بلدنا وفي ناس بتضحي من أجل البلد، فيكون يعني مواقفنا بقدر يعني التزامنا، وبقدر كمان يعني الدور بيأديه أي واحد، أي واحد يصاب بهذا المرض وربنا يعني بيرحمه ويصاب يعني تحدث حالات وفيات، انه ما ينفعش هذا الكلام ان احنا يعني نلاقي ناس بتخرج بتقول لك لا ولا وما يتعملش. لا، اللي انتوا عملتوه ده وطبقا للدكتور مجدي عاشور وبيان المفتي النهارده ان احنا بنتكلم ناس، ده حرام شرعا. انا مش مفتي، المفتي قال كده النهارده، فضيله مفتي الديار المصريه دكتور شوقي علام قال كده النهارده، اللي اتعمل النهارده التنمر ده اللي شفناه قدام حضراتكم حرام شرعا، غير انه مسائل قانونيه كمان محرم ان احنا نعمل كده، لان احنا بنتكلم على يعني بنتكلم على اكرام الميت دفنه، مش اكرام الميت ان احنا كمان نعذبه. اكرام الميت ما ينفعش ان احنا نقعد يعني جثمان في عربيه لمده 5-6 ساعات منتظر الناس قال ايه تعالوا يا جماعه ادفنوا. لا، الموضوع مش كده، الموضوع مش كده، واللي حصل ده اسمها فوضى من بعض الاهالي، مش كل القريه، بعض الاهالي اللي قدام حضراتكم دول المجموعه اللي احنا بنتكلم، ولكن هي تم التواصل مجموعه اساسيه اللي هي حرضت او اللي قادت المجموعه انها عملت حاله الهياج اللي احنا شفناها قدام حضراتكم، بعض اهالي قريه شبرا البهو طبقا للمعلومه اللي صححها لنا دكتور احمد نجل الراحله الدكتوره سونيا، اللي هو قال لنا الكلام والمعلومات الدقيقه والصحيحة. ونقابة الأشراف، وكان معانا الدكتور سيد شريف من شوية سيادة وكيل مجلس النواب اللي هو يعني اتكلم بشكل واضح في هذا الأمر ورفض تام لما جرى اليوم في محافظة الدقهلية وإحدى يعني قرى محافظة الدقهلية، ولكن حصل تكريم من جانب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للراحلة الدكتورة سونيا عبد العظيم، والنيابة العامة تحقق كما قال النائب العام في يعني بيان مقتضب على الصفحة الرسمية للنيابة العامة عن فتح التحقيق وفي واقعة التجمهر اللي قدام حضراتكم ومنع دفن الطبيبة
الدكتورة سونيا، والنيابة ستعلن في وقت لاحق ربما بعد ساعات، نتمنى قبل يعني واحنا شغالين على الهواء نقدر نشوف النيابة وتحرك النيابة العامة في مواجهة مثل هذه الأمور، حتى لا يحدث أي انفلات بعد كده، ولا يمكن في أي لحظة من اللحظات أننا نسمح بهذه الأمور تتكرر في أي مكان. الحرب في تركيا على الخبز، الحرب في تركيا النهاردة على العيش، خناقات في تركيا والضرب على العيش، عايزين ناكل، عايزين نعيش. هوريكم تركيا والحرب الحقيقية، حرب معنى كلمة الحرب. اسمع واتفرج وشوف، اسمع واتفرج وشوف ما الذي يجري في تركيا امبارح بالليل، امبارح مساء. خلصت من هنا وبعدين قعدت اشوف، لقيت الفيديوهات مكسرة سوشيال ميديا في كل مكان، تركيا حرب على العيش. ياه، على العيش للدرجة دي انهيار في تركيا؟ اوريكم الانهيار اللي حصل في تركيا، ممكن تتفرجوا معايا، تابعوا لو سمحتم.